حياك الله. سعيد مساك. اهلا اهلا. كيفك يا خالي؟ بالنجم الجميل والرائع. هل صحيح ان الدراما السوريه فشلت في نقل الواقع كما نقل عنك انت في احدى المواقع الالكترونيه؟ الفن مو مهمته بس كشف الواقع يعني او معالجه الواقع. يعني الفن فيه له هدف أسمى من هيك بكتير. نعم. يعني إذا كان المادة منيحة. نعم. إذا كان الشرط الإنتاجي منيح، إذا كان الدور منيح، الكاست منيح، المخرج منيح، النص منيح، فبترجع وبترجع. نعم. بقوة. خلينا ننتقل إلى موضوع السوشيال ميديا. أنت لا عندك لا فيسبوك لا إنستغرام لا تويتر. أبداً. مش فعال على هذه الوسائل. ليش؟ لا لا. أتوقع أن يحتاجك هذا الوسط أيضاً. وأنا شخصياً بحب الخصوصية. حلو. بيت الشهرة. بيت الشهرة جميل مرة صدق. بيت الأمنيات. الأمنيات. الفنان الكبير سلوم حداد، بتحب ناديلك الفنان سلوم حداد ولا الأستاذ سلوم حداد أو أبو أمير؟ أبو أمير أحلى. الشهرة يعني ما بتلوث، يعني الحدا وقت بيكون في عنده باكراوند ثقافي معرفي، بيكون مربى ببيت اهله، ما بتكبر الخس براسه مثل ما بيقولوا يعني. فيعني فورا هنيك بيعملوك يعني نصف اله اذا بدنا نقول. سلوم حداد طوق النجاه للدراما السوريه بالمرحله الحاليه. والله كبير الكلام يعني بغض النظر مين ما قال. بتحب اقول لك؟ والله قال لي ليث حجه. والله تحياتي للاستاذ ليش، مخرج متميز واكثر من رائع، وشكرا لليس اللي حكى هيك. شو هاي؟ وين محلها؟ الله اكبر. شو بها؟ وين بدي اقعد يعني انا؟ ليش مفوتيني لهون؟ بالقياده انا عم بحضر. كنت عم نبش على سلوم حداد بأداء الممثلين. هيك أنا كل شيء عملته مثل ما أنت بخيت لي على إيدي عطر، أنا كشكشت الغبرة هيك، زحت الغبرة على الممثلين لحتى تطلع مواهبك. والله ما أدري ليش أنا مطول بالي عليك. يلا أوكي. كنت بتلعبه بأداء تاني؟ إيه طبعاً، برؤية تانية، بتفسير تاني. بتفسير؟ بمنطق تاني. مش مقتنع باللي قدمته هون؟ لا لا، بتلك الفترة مقتنع، بس هلأ صارت القصص أوعى بكتير وأهم بكتير.